أنا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء. كما كتشوفوا معنا ودادي يشجع الوداد، والوداد يعني حتى النخاع كيف ما كيقولوا، اللي مع الأسف كاعي. حنا عارفين علاش كاعي، وقال الوداديين كاعيين، وماشي غير الوداديين وإنما المغاربة كاعيين كلهم، لأن الوداد كان كيمثل المغرب في التظاهرة الكبرى، التظاهرة ديال عصبة الأبطال. فطبيعة الحال مع الأسف الوداد يعني خسرات أمام النظيرة ديالها الأهلي المصري، فطبيعة الحال في المباراة السابقة في يوم الأحد. مع الأسف كما كتشوفوا ما تعذب القصائد الودادية، كيف ما بزاف ديال الوداديين والمغاربة اللي منك الخدمة ديالو باش تمشي يحضر الوداد، ولكن مع الأسف أغلبية خرجوا من التيران كيبكيو. السلام عليكم. لاباس الحمد لله، الله يحفظك خويا. لما نسولك علاش كاعي، واه حنا ديجا خلا دوينا في الكواليس وقلنا اش كاين. واول حاجه كنشكر جميع جماهير الوداديه صراحه، لان الوداد هي الجمهور، وداك ما تسماش عائله راه عائله. فيما يخص اخويا الموضوع ديال الماتش، واخا هو ما غيتنساش، كنحاولوا غير ننسيو عقل الاضرار، ولكن ما كيتنساش بالحكم. لا جيت ندويك على حالة الشخصية ديالي. أنا هذاك النهار بعدا سيمانة وأنا كنجري على قبل ديك الورقة، قبل ديك التيكي بمشي بها للتيران باش نحضر هذا الفرح وهذا العرس الكروي. بطبيعة الحال غتعذب أخويا. وخدينا ورقة وغادي مع جوج نهار، مع العلم أن الماتش ما غاديش حتى 8، وحنا عارفين علاش كتمشي مع جوج في الله تشد بلاصتك وتدخل وترتاح وكتسمع المعيار على والديك والهضرة وداك الشمش. علاش ماشي كامل باش كتدخل كتبغي تسيبورتي الفرقة ديالك اللي كتحبها، مع العلم أن الوداد راه ما غاتعطيني ما والو، ولكن كيبقى داك الحب، الحب الفريق وكأنك بالعقب ديال الدار ديالك واللقب يمشي لك بهذيك الطريقه. هادشي اللي ما تقبلناش حنا كجماهير وداديه متعصبه، وغنقول اللي غيتحمل المسؤوليه اول واحد غيتحمل هو النصير، حيت ما يمكنش انايا واحد الفرقه ديالي لعب على اربعه الواجهات ونجيب اربعه المدربين وغنجيب مدرب، غنجيب شي مدرب ما خاصني نعطيه وقته، ماشي غنجي وغنعطيه اللي غيدخل ليا في واحد الدوري اللي هو صعيب ما ساهلش، اللي هو دوري ابطال، وتخسر بهذيك الطريقه بحال هكاك. وراه ماشي خسران، هو بالنسبه لحنا تعادل راه ماشي خسران، ولكن راه هزيمه، يعني الكاس ما كيمشي لك من عقب ديال الدار ديالك. انا الحاجه اللي بقى فيا الحال وتعصبت عليها، الحمد لله مشينا سوبر، درنا التشجيع ديالنا وقفنا مع الوداد، اي حاجه درناها وهادشي غنبقاو ديما نمشيو نشجعوا الوداد، غنبقاو ديما موراه، راه فدائيون هادي مع عائله. انا الحاجه اللي بقى فيه الحال ان الكاس يمشي لنا بهذيك الطريقه، وخصوصا انا كنشوف انايا اللعابه ديال المصريين ملي كيكون شي خطا من عند الاربيط كيفاش كيمشيو كيدووا على ريوسهم، راه حتى جينا نشوفوا هذيك الكره راه في نار، لما تعابلتيش بواحد الخبش كروي ما عمرك غدي الكاس. راه هذاك حنا كنقولوا حنا عندهم دابا 11 على طريقنا حنا داو هذاك 11، راه نجي نديروا واحد الاحصائيات بهذاك 10 اللي عندهم، راه واحد السر داو الخبش كروي هما صافي، كانت نوبجهم فاش كانوا كيدوا الالقاب المصريين والزمالك الاهلي، كانت واحد الوقت ملي كان الخبش كروي كان كيدوا شي بليزاربيط، ولكن هذا الوقت راه وقتنا حنا، وقتنا حنا يعني شي خاصنا نموشوا عليه الكاس، ما كانش عليه يمشي من كازا. وكاين صراحه شي لعابه ما خصوش يبقاو في الوداد. انا نصيحه من عندي انهم يخليوا الكاريير ديالهم زوين مع فريق الوداد البيضاوي، ويمشيو يشوفوا لهم شي فرقه اخرى، ولا يمشيو يدبروا ويشوفوا رزقهم في بانش اخر. الوداد تسناتكم بزاف وعطاتكم بزاف، وانتم راه ما عطيتوها والو. وانا خاص الذكر الحسوني، حسوني اخويا اولي شي لعابه بسميش باك، واسمح لي على الكلمه هذه خويا، ما كنتيش عارف راسك قادر ان تعطي الفريق الوداد البيضاوي ابعد من الوداد البيضاوي، وشكرا. واخا نكملوا معاك، مرحبا.
كاين دابا الناس كيتفرجوا فيك ديال بزاف ديال الناس طبعا حتى كلهم الناس الهضره اللي كدوي كاين في الكومونتير كيقول نفس الهضره. انت بالنسبه لك شنو السبب اللي خلى الوداد انه يتراجع؟ كاين كاع الناس يعني متفائلين انه وماشي غير متفائلين متاكدين انه غادي ياخذوا الكاس. وانا طبيعة الحال حنا لا بغينا نقيموا المباراه عامه الوداد كان الكاس في يديهم والكاس حنا ضمناه 100%، ولكن لواحد الفتره من الفترات ديال اللقاء الكاس ضاع بين يدينا بخطا ديال المدرب، خطا ديال المدرب لي سونجمون اللي دار المدرب ما لي سونجمون ما والو بلغه الكره ما سونجمونواش ما والو. انت المدرب عطى واحد التصريح نهار السبت قبل المباراه قال لك ان المترجي ما غاديش يلعب، وحنا تقبلناها ان المترجي حنا كنعرفوا ان المترجي هذاك راه ولدنا المترجي انه من ركائز ديال الفريق الوداد البيضاوي وولد من ولدنا حتى هو، وحنا عارفين انه كيموش هذاك التوني خير دليل انه رب الفضل ديالو هو ادينا اللقب الثالث بجوج اهداف من نفس الفريق اللي هو الاهلي العام اللي فات. حنا ملي كانت التصريح ديالك كانه موعد وما غاديش يلعب ليش دخلتيه؟ هذا هو السؤال. مع العلم انك حولتي بوست اخر خرجتي بوهره اللي كان داير بو ماتش بلوختنا داير بو ماتش وكان حابس لك لي زاريال ما كيطلعوش وخرجتيه وانت عارف موعد ومدخلو راه بحال حنا ولينا لاعبين ب 10 بقيناش ولينا لاعبين ب 9 حيت هو داخل لعب بسميه كمترجي. هما المصريين راهم كيسمعوا لو كيسمعوا دابا كانوا في قديم كان منتخب كانوا كيسمعوا حجي بحال ما عرفت شنو هو سمعوا دابا ولا كيسمعوا مترجي بحال ما عرفت شنو هو سمعوا. طبيعه الحال اللاعبين معاك ومخلوعين مترجي ميسي داخل لاعب معاه وانت عارف موعاش هو كيلوح في رجليه يعني عاقولك بالخطه ديالك حر انت عطيتيهم فرصه انه في ليزاريال ديالهم انهم يلعبوا على خاطرهم. وخطا الثاني اللي دار انه خرج الداودي. ملي خرجت الداودي انا الاهلي عطيتيها واحد الفرصه ديال 2% انهم يرجعوا في المقابله ويربحونا، وخير دليل انه كان غيعطيونا خير دليل انه كانوا غيعطيونا ربعه الاهداف. لو لا لا العام الرجولي وكنعاود نقول العام الرجولي المطيع. كون ما كانش مطيع كون خدينا شوها في قلب الدار ديالنا اللي هي كازابلانكا. الملعب اللي كيسموه هما ملعب الرعب. ولاو دابا ولاو المصريين ولاو كيضحكوا علينا ولا 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 ولاو يديروا لنا النكشه بهذ العباره هذه. وشكرا. واخا النظر انت علاش تبدلت التشكيله؟ علاش خرج كما قلت انت اللعاب ودخل بلاصتو اللعاب؟ شنو السبب؟ وشوف اخي انا ما نقدرش ندخل معاك في الحيتيات ديال الحيتيات اللي هي التقنيه ديال المباراه. ربما هذيك كتبقى النظره ديال المدرب. حيت حنا كيف كنعرفوا كيكون الشوط الاول شوط ديال اللعابه والشوط الثاني كيكون شوط ديال المدربين. ربما المدرب بانت لي نظره اخرى بلي تكتيك تقنيه اخرى تكتيك اخرى. هذاك الشيء الهدف ديالو انه ما تصابش وراه هو اللي خرج علينا وخرج على المقابله بصفه عامه. واخا بزاف ديال الناس اللي كانوا معولين الاحتفال في المدينه القديمه وكنا كنشوفوا يعني كانوا موجودين الاحتفالات الرايات الاعلام ديال الوداد الشعارات، ولكن مع الاسف يعني داك الشيء كامل مشى غير هكا. وشوف اخيرا ماشي غير كازا بوحده اللي كانت كتسنى هذا العرس. هذا راه المغرب كامل كان كيتسنى هذا العرس. المغرب كامل كيتسنى. علاش؟ حيت الفريق الوداد البيضاوي راه ما كملتش غير 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 فريق الدار البيضاء، راه كملت المغرب كامل. هذا راه دوري ديال عصبه الابطال الافريقيه، ومشي من السهل ان اي فريق انه باش يكون في ناريس. يعني راه المغرب كامل كان كيتسنى هذا. واخا حنا كنقولوا مثلا الطرف الاخر كمثلا كفريق رجاء البيضاوي ما باغيك شوف، ولكن شوف حنا غير كتعصب بيناتنا لا رجاوي ما حاميش ودادي ودادي ما حامي، ولكن راه ايفو كيدوهم الالقاب راه كنفرحوا معاهم داخليا. لانه من الاخر كيخرج
خارج المحيط كتولي حاجه اخرى، حاجه طبيعيه. راه حرش انشر لعب على لا حيت لا ضرب شي غير على التوني ديال اللعابه كيكونوا في عصبه الابطال، راه كيبان لك الدرابو ديال المغرب، ما كاينش درابو ديال نادي الوداد البيضاوي، راه كيكون نادي الوداد ولكن ضرب على الدرابو ديال المغرب. هذا حنا راه المغرب المغرب اللي لعب هذاك اللحظه. وشكرا. فرقه من المغرب ما كيقولش ما كيقولش هكذا فريق الوداد البيضاوي، راه فريق المغربي، الوداد المغربي. انا صافي راه ولا شي عام ماشي راه مغرب، راه مغرب. كاين واحد المساله اخرى، كاين اللي بعض الناس كيقول لك الجمهور الفلامون فلام داروا فلام داروا. لا شوف اخي، ما عمر لي فلام كانوا سبب خساره الوداد البيضاوي، باش حنا ما نبقاوش نغطيو الشمس بالغربه. على خويا الناس اللي كيفاهمين الكره وكيعرفوا الكره راه باروا لهم الاخطاء وبان لهم الاسباب شنو هو كاين. انا ضربت جوج اسباب اللي كاينين. السبب الاول راه هو الرئيس، حيت ولا واخد الفرقه قاش واخدها عن حب ولا واخدها كتجاره. السبب الثاني هو المدرب كبير عليه الوداد البيضاوي، وميمكنش لك انتايا في ظرف واحد 15 يوم ولا في ظرف شهر انك غدي لقب مع مع مع, مع فريق، مع العلم ان هذا المدرب ديجا عنده ماضي خيب مع فريق الجيش الملكي. حنا المغاربه كاملين عارفين هذا الشيء. لا حنا كنقول لك كان فيه الخير الكره، الجيش راه دابا تقريبا هي الغريم ديالنا حنا في البطوله الوطنيه، راه فيتينا بان بوان، حنا مقاتلين معهم دابا على البطوله. يعني هذا المدرب كان فيه الخير كون قاتل الشاد ديال الجيش ما غاديش يفرطوا فيه. دي اول حاجه انت كوداد يعني حتى النخاه كما يقولوا، شنو الراي ديالك، شنو خصو يكون في الوداد باش ان شاء الله تعوض هذه الخساره؟ وشوف اللي في الوداد اللي خلى الوداد ما تديش تقدم من غير هادشي كامل اللي ذكرتيه. هو المشكل اللي كاين في الوداد عامه، خاص تقنيين اللي يكونوا في الوداد، خاص يكونوا ولاد الوداد اللي غيحسوا بالفرقه وغيعرفوا المعاناه ديال الفرقه. يعني ولا الدار حاجه طبيعيه، يشوفوا تبارك الله دوزنا لعابه واعرين، لا بليبار ديالهم مشى للتدريب، لا بليبار ديالهم مشى للتدريب. علاش ما عطيتش الفرصه انا لذاك الولد من ولادنا انه يجي ويشد الفرقه ديالي؟ وحنا مستعدين كجمهور نصبروا معاه. شكرا لك. مرحبا اخي. الله عليك. وديما